اليوم ان شاء الله محاضرتنا طبعا الوقت انتم مستوعبين يعني بدينا ورا 10 دقائق من هناك نتاخر. المحاضره مالتنا اليوم ان شاء الله تحكي على السكيلتال مصل. تفاصيل السكيلتال مصل ومثل ما قلت لكم بيش المحاضرة هاي المحاضرات بيها أوليات كلش مفيدة لهم هم بحياتهم كطلاب السنين القادمة وهم إن شاء الله هتفيدكم بعد التخرج ومنتقون خير سلامة ماصن حياتكم المهنية ودراساتكم وبصورة أكيدة بالنيرفس سيستم موديول اللي راح أعطيكم إياه بالS6 يعني الفصل الثاني مال صف ثالث إن شاء الله سنة الجاية يعتمد على كثير من المواضيع اللي هي موجودة بذن المقدمات والمحاضرات اللي نعطيكم إياها هذه ومحاضرات الممبران ريسبتور والكارديو واسكولار سيستم راح أعطيكم إياها إن شاء الله الأسبوع الجاي. كسكيلتال مصل يحتاج نعرف بعض التفاصيل اللي لها علاقة بالستركتشر بالفانكشن مالت السكيلتال مصل والريكوايرمنتس اللي تحتاج المصل حتى تقدر تشتغل وبانواع المصل كونتراكشن اللي نقدر نسوي وبالانرجي اللي نحتاج لهذا المصل اكتيفيتيز وايضا بعض التعاريف مثل الفتيك مثل التون مثل الكونتراكشن شنو معانيه ووين نستفاد من عندهم بالمصل كونتراكشن و يعني from structure point of view انواع المصل فايبرز و هيجي لايت تاتش على clinical application مالت المصل skeletal muscle problem. لا تنسون حكينا كلها له علاقه بالسكيلتال مصل اكو هو مشترك ويا باقي انواع المصل اللي هن سموث وكارديك مصل واكو انواع خاصه بالسكيلتال مصل. محاضرتنا اليوم خاصه بالسكيلتال مصل باعتبار هي ضمن ال تمام. الشكل العام للمصل من ناحيه الستركشر تعرفون اكو هوايه يعني سكيلتال مصلز موجوده بهواي مكانات في الجسم وكل مكان اسف شلون؟ تاخذ دفترك؟ يعني من تخلص المحاضره يعني هو ما مفروض طلب على دخول المحاضره بس يجيب دفتر جيد. فانواع الشيب اوف سكيلتال مصل يختلف تمام سابرا زين. الستركشر اوف ايتش سكيلتال مصل از كومبوزد اوف ماني فاسيكلز نسميها الفاسيكيلي سكيلتال مصل بايسبس غيرها بها فاسيكيلي وكل واحده من هذول الفاسيكيليز بها مصل فايبرز وكل مصل فايبر ب مايوفيلامنتس وكل مايوفيلمنت بي مايوفيبرولز المايوفيبرولز اللي هي الأكتين والمايوسين إن ده نسميهن الكونتراكتايل يونت اوف ذا سكيلتال مصل يعني هن المسؤولات عن الانبساط والتقلص والانبساط مالت السكيلتال مصل. اي مشكله تصير عندنا بالمايوفيلمنتس المصل كمصل هاي العظيمه الكبيره تفقد الفانكشن مالتها تفقد قابليتها على العمل اذا صارت عندنا مشكله بهذن المايو فيلمنتس اكو هواية جينيتيك بروبلمز اكو هواية الكتريكال بروبلمز ميكانيكال بروبلمز تاثر على هذين المايو فيلمنتس وبالتالي يجيك مريض ما بيحيل يشيل ايده ما بيحيل يقوم وما الى ذلك. هي مشكله تصير بالمايو فيلمنتس تاثر على المصل كلها باعتبار هي اللي نسميها الاكتيف يونت او الكونتراكتايل يونت اوف ذا مصل. الفانكشن اوف مصل تحتاج ريكوايرمنتس يعني اكو امور لازم تتوفر حتى نقدر نحصل الفانكشن مالت السكيلتال مصل. شنو هاي الامور؟ اول شيء نحتاج جوينت. السكيلتال مصل اذا ما تعبر جوينت ما بيها فانكشن صحيح؟ بايسبس لازم تعبر الالبو، كوادريسبس لازم تعبر النين، جاسرانيميوس لازم تعبر الانكل وهكذا تمام؟ لازم تعبر مصل حتى تعطينا اكتيفيتي ولازم المصل تكون هيلثي هذا الجوينت
والمصل لازم تكون healthy بها قابلية contractility يعني الأكتين والمايوسين مالتها تكون intact حتى نقدر نقاوم الريزيستنس اللي هو اما الجرافيتي او اذا اريد نشيل فرد شيء وما الى ذلك او اي حركه اريد نسويها. اذا الريكوايرمنتس تخلي المصل تقدر تعطي فانكشن تسوي فانكشن. وهاي الفانكشن هي نسميها ليفر فانكشن يعني العتله مثل ذن السيارات الانشائيه اللي تشوفوها الشفل او البوكلين او كذا لازم بها مفاصل حتى تقدر تؤدي العمل مالتها. وايضا الفانكشن مالت المصل هي لازم تولد موفمنت يعني الفانكشن اذا ما ولد موفمنت راح يكون غير منتج تمام. الكونتراكشن الفانكشن مالت البايسبس لازم يولد موفمنت بالالبو حتى تعطينا اكشن وهكذا باقي المصل. اذا اي سكيلتال مصل ما تؤدي الماستر اذا ما تسوي موفمنت بالجو ما راح تعطي فانكشن وهكذا. وكل موفمنت كناتج عرضي تعطي هيت في المصل كونتراكشن تعطي هيت. احد يقدر يعطينا فد مثال على الهيت اللي تطلع لنا من المصل كونتراكشن وين نشوفها عادة؟ فد مثال يعني واي موجود بالحياة. يس يرجف الانسان بالبلد ليش؟ اي ليش؟ يعني شنو؟ اي صح مضبوط بس يعني كمل قصة حتى يعني يولد حرارة تمام. هذا ابسط مثال واوضح مثال وافضل مثال انه انت بالكولد وذر مرات يصير عندك شيفرنج. ليش يصير عندك شيفرنج؟ لانه الثرموستات مالت الهايبوثالامس الموجود عندنا بالبرين ستيم يتحسس بالمشكله بفرق درجه الحراره يريد يعدل درجه حراره الجسم يسوي عندك مصل كونتراكشن. المصل كونتراكشن هي اللي تسوي الشيفرنج. هذا الشيفرنج يولد حراره حتى يحسن الموضوع. او بال ليش متأخر؟ والله مسألة وقعت خليها شو تريد باب؟ بنتظر برا عن أول المحاضرة تاني. كل موفمنت يعني كل جوينت اكو دائره مدائره حول مجموعه من المسلز واحده نسميها برايمر موفر واحده نسميها سينرجيست واحده نسميها انتاغونست. وهذا منطقي يعني مثلا فور اكزامبل بالالبو لما تريد تسوي له اكستنشن يا اهل برايمر موفر الترايسبس اذا تريد تسوي اكستنشن من المسؤول عن الاكستنشن الترايسبس فنسميها برايمر موفر. من الانتاغونست بايسبس والسينرجيست باقي المسلز اللي هي حتى بالشولدر وبالشوارع. اذا نحكي على الفلكشن مالت الالبو راح تنقلب القصه مو تمام؟ فمعروف هذا يعني برايمر موفر وانتاغونست اللي هنا داير مداير الجوينت شنو الموفمنت اللي تريد تسويها تعتبر هاي برايمر موفر هاي انتاغونست او بالعكس حسب الاكتيفيتي اللي تريد. الان كل موفمنت اريد نسويها كل موتر اكتيفيتي اريد نسويها لازم اكو بيها نيورال اليمنت يعني لازم بيها اكو نيرفز حتى تاخذ الايعاز تنقل الايعاز. اكو تو مين باثويز فور ايتش موتر اكتيفيتي. الباثوي الاول اللي هو الموتور سيجنالز حتى تسوي كونتراكشن باي مصل انت لازم تودي لها معلومات من النيرفس سيستم سنترال نيرفوس سيستم اللي هو يتكون من شنو؟ سنترال نيرفوس سيستم شنو يتكون من برين وسبينال كورد. فتنقل معلومات من البرين وسبينال كورد ثرو موتور نيرفز او نسميهم افرنت نيرفز افرنت بالاي نوديها من السنترال نيرفوس سيستم للمصل حتى ننقل الاعازات اللي نريد نسويها. الباثوي الثاني وهو جدا مهم اللي هو السنسوري سيجنالز او السنسوري فيدباك او السنسوري
نيورونز اللي تنقل انعازات او تنقل المعلومات من المصل يعني من البريفري للسنترال نيرفوس سيستم. الان البارت الاول اللي هو الموتور نيرفز اهميته واضحه، انه احنا ننقل الانعازات من البرين شو نريد نسوي نوديها للمصل حتى تنفذ اللي يريده. زين السنسري باثوي شنو اهميته؟ اللي يقدر يشارك خليه يرفع ايده. ليش نحتاج المصل تنقل معلومات مره ثانيه يعني بالطريقه راجعه فيدباك الى السنترال نيرفوس سيستم؟ ليش نحتاج هذا الشيء؟ يس ماسك الجسم يعرف شنو؟ ما صار تقلص. اكسلنت. احنا السنترال نيرفوس سيستم هو يسيطر على كل الامور، تمام؟ زين لما السنترال نيرفوس سيستم يقرر انه يريد يشيل هذا القلم لازم احنا نشيل القلم، صحيح؟ يعني هل انت تقرر تشيل القلم وانت تريد كل ما تشيله يفلت من ايدك؟ لا، انت تريد تشيله. او تريد تشيل الموبايل، او تريد تشيل هذا البند مثلا. انت من تقرر شيء تريد يتنفذ. زين، شلون تعرف الشيء اللي انت تريده تنفذ بصوره مضبوطه جدا؟ يعني من تريد تشيل القلم، القلم انشال ما فلت من ايدك. او من تريد تشيل القلم، القلم انشال مو انكسر، بس انشال مثلا. اوكي؟ شلون تعرف هذا الشيء بالحقيقه صار؟ لان انت مرات تسوي هواي اكتيفيتيز وانت يعني مغمض عيونك او مدى تباوع او ملتهي بشغله وتسوي شغله ثانيه وايضا تطلع الشغله الثانيه مضبوطه، مو؟ شلون؟ الحقيقه انه السنترال نيرفوس سيستم لازم يقارن بين الشيء اللي يريد يسوي وبين الشيء اللي صار فعلا بالبريفري. الاولى نسميها انتندد بلان، يعني الخطه المنوي فعلها اللي تنوي تسويها اللي تريد تسويها يقارنها ويانا ويا الاكتوال بلان. الاكتوال بلان شنو؟ يعني الخطه اللي تنفذت فعلا بالبريفري. شلون يقارن ذني؟ المعلومات اللي يوديها ثرو موتور نيرفز ياخذ من عندها نسخه. واكو عندنا سنسري فيدباك يرجع من المصل يروح للسنترال نيرفوس سيستم هم ياخذ من عنده كوبي ويقارن بين هاي وبين هاي ويعدل. اذا كان اللي يصير بالحقيقه اقل يدز سيجنالز مقوي، واذا اللي يصير بالبريفري اقوى من المطلوب يقلل السيجنالز حتى تتطابق. اوكي؟ فالمعلومات الراجعه جدا مهمه على مود نحصل حركه مضبوطه. لهذا من يجينا مريض مثلا عنده سنسري بروبلم، يعني سنسري نيوروباثي، اعتلال الاعصاب الحسيه الطرفيه، يجي تشوف مشي مثل السكران ما متوازن، نسميه انستيدي جيت، ما متوازن، اما يروج او هاي ستيبنج جيت، من يمشي هيك يمشي ويطب. ليش؟ لانه ما يقدر يقدر شنو اللي دا يصير بالمحيط، فحركاته تصير غير مضبوطه، غير متوازنه. فأهمية السنسري فيدباك is very very crucial for perfect motor activities. الآن المصل حتى تشتغل بها موتور يونتس، الموتور يونتس هي مثل ما حكيناها قبل ما في شيء جديد، ولكن تعريف مختلف. شنو الموتور يونت؟ هو موتور نيرف واحد مع مجموعة معينة من المصل فايبرز. فأكو عندنا سمول موتور يونت مثلا بيها اونلي 3 مصل فايبرز، هو نيرف واحد ما عندنا غير نيرف واحد و 3 مصل فايبرز، هاي تصير سمول. اكو عندنا 1 نيرف 10 مصل فايبرز، هاي شوي اكبر. اكو عندنا 1 نيرف 500 مصل فايبر، ذيك اكبر كلش، تمام؟ فالسايز مالت الموتور يونت يختلف، وايضا السرعه مالتها تختلف مال الكونتراكشن استنادا على شنو؟ استنادا على المعلومات اللي صرفناها هذيك المره. يس. موتور نيرفز، تمام، عشتيني. اللي هو يعني اذا بعد ننزل اكثر من الجواب اللي جابته زميلكم يعني على الشانلز. الشانلز تذكرون ذيك المحاضره مال قلنا اكو سلوب
فاست مو تمام. فاذا النيتشر راجعين هنا راح تلقى اكو عندنا سلو موتور يونت وفاست موتور يونت. زين ارتباط النيرف باي مصل باي سيل العفو سمينا ذيك المحاضره ساينس مو تمام. تمام اي نيرف اللي هو بري ساينابتيك سيل يتصل باي صرف اي سيل ثاني نسميها ساينس. اذا كانت هاي السيل الثانيه سكيليتال مصل هاي الساينس شو نسميها؟ نسميها نيورو ماسكولر جنكشن، هي نوع من انواع الساينس. تمام اللي هي النيرف ينتهي نسميه نيرف تيرمينال، يجينا فد ستراكشر معين نسميه ساينابتيك كليفت، وبعدين تجينا سكيليتال مصل اللي هي شنو؟ بوست ساينابتيك سيل. تمام زين شلون المصل تتقلص؟ النيرف تيرمينال نيرف تيرمينال من يجي الاكشن بوتنشال بها تفاصيلها نحكيها باكر يمكن بالمبنى راح ينتهي الاكشن بوتنشال اللي موجود بينه وهذا النيرف يطلع كيميكال ماتيريال اللي يسميها نيورو ترانسميتر. هاي النيورو ترانسميتر راح تيجي على ريسبترز موجوده هنا بال شو نسميها اي بالسكيليتال مصل شو نسميه؟ ساركوليمن مو؟ مو؟ او سيل ممبرين اوف سكيليتال مصل. فتيجي على هاي الريسبترز اللي موجوده هنا اللي هنا شنو ذا الريسبترز؟ من يس اي اوف يا ايون لا لا صوت تمام شكرا. اللي هن ليجل جيتد صوديوم شانل تمام. لين راح ينفتح راح يطب صوديوم، الصوديوم هنا راح يزود الشحنه الموجبه تمام. الشحنه الموجبه لما توصل للثريشولد راح تنفتح ايون جيتد صوديوم شانل تمام. الايون جيتد صوديوم شانل اللي هي موجوده على طول الساركولين بينما الليجن جيت موجوده وين؟ بس بالساينس. الليجن جيت صوديوم شانل بس هنا بينما على طول الممبرين موجوده ايون جيت. فلما يطب منا الصوديوم راح تصعد الثريشولد، تصعد الممبرين بوتنشال من الرستنج للثريشولد راح يصير اكشن بوتنشال هنا، ومن يصير هنا اكشن على جوانب الساينس من راح يصير هناك شي بوتنشال راح يمشي على طول المصل سيل ممبرين ويطب بالتي تيوبيولز يوصل الى مكان اسمه الترايج اللي هو بساينابتيك هذا اندوبلازميك ريتيكولوم. ومن يوصل هنا الاندوبلازميك ريتيكولوم راح يطلع كالسيوم الى السيتوبلازم مالت السكيلتال مصل هنا. تمام تمام. الكالسيوم من يزود بالسيتوبلازم او السيتوبلازم او السكيلتال مصر راح يصير عندنا كونتراكشن، لهذا الكالسيوم ايون يعتبر هو التريجر فور مصر كونتراكشن. كالسيوم از فيري امبورتنت فور موتور اكتيفيتيز واهميته في مكانه، المكان اللي هسه بدنا نحكي عليه هو هنا. اذا يزود الكالسيوم ايون يصير كونتراكشن، وإذا أريد نتخلص من الكونتراكشن لازم شو نسوي؟ لازم نوفر، لازم نتخلص من الزيادة اللي صارت بالكالسيوم أيون بالسيتوبلازم مالت المصل. هذه واحدة من أهميات الكالسيوم أيون. الأهمية الثانية الكالسيوم أيون هنا فوق بالنيرف، هسه ناخذه بالممبرين هنا. هذا النيرف ما يطلع نيورو ترانسميتر إلا يطب له كالسيوم من برا. يعني من يجي الاكشن بوتنشال بالنيرف هنا يفتح كالسيوم شنو هنا يطب كالسيوم من برا الى داخل النيرف. الكالسيوم من يطب هنا راح يسوي سلسله من العمليات تنتهي بانه يطلع
نيورو ترانسميتر. فأهمية الكالسيوم في مكان. الآن إحنا بنحكي فقط على هذا المكان التفاصيل. واضح؟ هذي راح نحكي عليه مرة. زين. خوش. هسه الكالسيوم لما هنا نزال بالسارتوب لازم كنا راح يصير كونتراكشن. شلون؟ شلون؟ اكو سلسلة من العمليات لازم تصير بالتسلسل حتى تنتهي بانه يصير عندنا كونتراكشن. اللي احنا قلنا الكونتراكشن هو عبارة عن شنو؟ لا لا، بداية الكونتراكشن هو دخول الكالسيوم. بس الكونتراكشن اذا اريد نرجع للستركشر مالت المصل قلنا شنو الكونتراكتايل يونت مالت السكيليتال المصل؟ يس المايوفيلمنت اللي هن الاكتين والمايوسين. فبين الاكتين والمايوسين اذا صير فيهم حركه معينه هي صار كونتراكشن. زين هسه اريد نعرف شلون الكالسيوم راح ينتهي، يعني شو يسوي حتى ننتهي بانه ذن الاكتين والمايوسين مايوفيلمنتس يتحرك بطريقه بحيث تنتهي بان تسوي لنا مصل كونتراكشن. حقيقه سلسله من العمليات شويه معقده يمكن لازم تقروها، راح احكيها مرتين راح اعيدها، بس هو طبعا لازم ترجعون تقروها وتتناقشون بها بيناتكم حتى تقدرون تفهمون. الكالسيوم اول ما يطب يروح على ستراكشر بروتيني اسمه تروبونين. التروبونين بثلاث اقسام، تروبونين سي وتروبونين ا وتروبونين تي. الكالسيوم يروح على التروبونين سي تشلل بي، لما تشلل بي التروبونين اي راح يصير بي انهبيشن. من يصير بي انهبيشن هذا التروبونين راح يفتر بطريقه معينه. من يفتر الجزء الثالث مالته اللي هو التروبومايوسين راح يتحرك وياه. من يتحرك وياه راح يطلع لنا فد مكانات خاصة موجودة بالأكتين نسميها أكتيف بايندينج سايتس. قلنا هذا التروبونين اي ويل بي انهبيتد. لما يصير بي انهبيشن راح يفتر التروبونين يحرك وياه التروبومايوسين. لما يتحرك التروبومايوسين الأكتيف بايندينج سايتس اللي هي مكانات خاصة موجودة على الأكتين راح تيجي شو تصير فيها انكفرينج. لما يصير فيها انكفرينج راح يجي المايوسين هيك يتشلب فيها. من يتشلب فيها راح تصير عمليه السويفلينج. شنو السويفل؟ سويفل سويفل يس اي شنو نوع يعني يا نوع هاي الحركه شلون حركة الفرشة، حركة المكناسة، حركة أي شيء بشعيرات، هاي العملية هاي سموها سويفل. سويفل اللي هي تتحرك باتجاه يعني خلينا نقول من هالاتجاه إلى هالاتجاه هاي. هاي يسموها سويفل تمام؟ فهاي السلسلة مال العمليات اللي سببها وجود الكالسيوم بالسيتوبلازم تنتهي بالسويفل اللي هي راح يسوي لنا كونتراكشن. صراحة اعيد هاي التسلسل هنا هذا بس. من يطب الكالسيوم راح يجي منا هذا الاكشن بوتنشال اجى على الاندوبلازميك ريتيكولم هذه طلعت الكالسيوم الى السايتوبلازم. هذا السايتوبلازم راح يسوي ذن العمليات بحيث الاكتيف بايندينج سايت يطلع الاكتيف بايندينج سايت وهذا هذا الاكتين هذا ذن الكراك ذن هذا هذا اكتين. الاكتين دي مكانات هنا اسمها اكتيف بايندينج سايت. اذن عاده يغطيهن التروبومايوسين. من طب الكالسيوم وخر التروبومايوسين اذن صار انكفر يعني مكشوفات. من صار انكفر المايوسين هيد راح يجي يلتحم بالاكتيف بايندينج سايت هذا المايوسين هذا الاكتين. المايوسين شكله يتكون من هاندل هذا ذراع نك وهيد تمام. الهيد الطرف مالته هو اللي يجلب بالاكتيف بايندينج سايت. هذا المايوسين هيد بي انرجي اصلا موجوده بي انرجي مخزونه يسموها كوكت انرجي. كوكت شنو؟
كوكت. لما يكون كوكت فود شنو يعني؟ يعني مطبوخ جاهز للاستخدام. كوكت انرجي تختلف عن الاي تي بي. الاي تي بي لازم تتحطم حتى تطلع الانرجي، مو تمام؟ وهذه تايم كونسيومينج بروسيس، يعني تحويل الاي تي بي الى انرجي تاخذ وقت. هذا الوقت هنا مو اصلا يعني ما نحتاجه، لانه اصلا هي بيها كوكت انرجي مو اي تي بي. فبيها انرجي جاهزه مستعده مهيئه للاستخدام، فبس تطخ بالاكتف بايندينج سايت هذا المايوسين راح يتحرك هاي النك بحيث الهيد يتجه باتجاه الهاندل يتحرك هنا الى هنا بالشكل وهو مشلل بالاكتين، فلما يتحرك ايش راح يصير بالاكتين؟ راح ينجر وياه، تمام؟ لما يتحرك هذه الـ ADP اللي باقيه بالهيد راح توخر، تجي الـ ATP تشلل بمكانه. وين تجي الـ ATP هنا؟ هذا راح يعوف الاكتين، يعوف ويرجع الى مكانه الطبيعي، وهاي الـ ATP راح تتحطم الى انرجي و ADP وتنعاد السلسله مالت الحركه مره ثانيه. شو راح تنتهي هاي الـ يعني ايش راح تولد لنا هاي العمليه؟ اذا تصور هذا الاكتين وهذا المايوسين اشبه راح يجلب هنا وينجرب ويعوفه لما تجي اي تي بي يرجع لمكانه الطبيعي يجلب مره ثانيه ويجرب يعوفه يرجع يجلب بي ويجرب. ايش راح تنتهي هاي العمليه؟ لانه الاكتين ينجر، تمام؟ صح؟ زين. اذا انباع الستركتشر مالت شو اسمه مالت الساركوميا هارد اللي هو ضمن الستركتشر مالت المصل راح اشوف هذا المانوسين هذا الاكتين راح اشوف المانوسين موجود منه وموجود منه والاكتين منه ومنه. فتحصيل حاصل هاي العمليه مالت السولفنج لما تصير هنا وتصير هنا ايش راح يصير بالساركوميا بنين؟ هيكون يزود له يقل مني قالت الزيت انتي اعترفي هذا الماوسين هذا الهيد مال الماوسين. قلنا احنا شلون الحركه تصير؟ الهيد مال الماوسين قاعد اتجاه يمشي باتجاه الهاندل صح؟ فهذا راح يتحرك بهالاتجاه ويدور ويا الاكتين، هذا يتحرك بهالاتجاه ويدور ويا الاكتين. فهاي تقول مالت الساركوميا ايش راح يصير فيها؟ يقل. هاي وين؟ بالكونتراكشن. اذا كل كونتراكشن حتى يكون منتج لازم طول المصل يقصر، طبعا الساركوميا هي نفس طول المصل، مو؟ المصل بها هواي ساركوميا. زين؟ اذا دقينا هاي المسمار من هنا، دقينا هاي المسمار من هنا، هاي هنا شو اللي يصير؟ ما راح يولد لنا اي اكتيفيتي. ليش؟ لان الطول ثابت، اذا الطول ما تغير ما راح يصير عندنا كونتراكشن، كل كونتراكشن لازم يصير ب شورتنينج او لازم ديكريز مصل لينك، تمام؟ ليش؟ عرفناها، صحيح؟ تمام؟ زين من؟ هل عندي سؤال؟ تمام إذا أحد عنده سؤال اسأل هاي الحقيقة لازم ننسى كونتراكشن حتى يصير مثمر منتج لازم اللينكس يقل. زين هسه منا نجي على أنواع الكونتراكشن. عندنا نوعين يعني اكستريم اوف مصل كونتراكشن والبقية ان بتوين. شنو النوع الاول؟ النوع الاول هو الايزو تونيك كونتراكشن. ايزو شنو؟ ايزو شنو؟ متساوي، تمام؟ من نقول ايزو تونيك، التون يعني مصل باور خلينا نقول او مصل كونتراكشن. ايزو تونيك معناه القوه بالمصل او التون بالمصل ثابته. شنو اللي يتغير؟ لينث. هذا النوع الاول تشوف اللينكس هنا تغير، تمام؟ مالت الساركوميا لما يتغير صار عندنا اكشن.
إذا هذا النوع الأول اللي هو آيزوتونيك، الطول ما في المصل يتغير بهذا، عندنا قابلية على أنه نسوي أكشن أو ورك. مثل أيش يعني؟ لازم هذا البوينتر بيدي أريد أحركه، أشيله من هنا وهكذا، مو؟ فطول المصل ده يتغير، بينما التون إذا تلزمها راح تشوف ما زادت صورة كبيرة. النوع نفس التنشن. النوع الثاني اللي هو آيزومتريك. آيزومتريك شنو يعني؟ يعني طول المصل ثابت، المتغير شنو؟ هو التون او التنشن او الكونتراكشن بالمصل. مثل هذا المثال لما تريد تشيل فشي ثقيل، هسه اذا الزم البايسبس مالتي تقدرون تحاولون بالبنجل قدامكم، حاول الزم البايسبس، شوف جربوه ما تخسرونش، شوف البايسبس مالتي، شوف التون الكونتراكشن بالبايسبس كلش زاد، بينما انت طلعت شغل شلت البنج ما شلت البنج، مو؟ ليش؟ لان الطول مالتها ما تغير، تمام؟ فالايزومتريك كونتراكشن ما يطلع لنا ورك، ما يطلع ورك. ليش ما يطلع ورك؟ لانه طول المصل ما تغير. هذني هن يعني نظريا هن الاطراف، ابعد اطراف للكونتراكشن. الحقيقه اللي كل الافعال الحركيه اللي نسويها هي ان بتوين، من تشيل شيء خفيف تتجه باتجاه باتجاه الايزوتون، من تشيل شيء ثقيل تتجه باتجاه الايزومتري. واضح مو صحيح منطقيا؟ تمام زين. هسه عندنا موضوع اخر ايضا مهم، احنا حقيقه نقدر نسوي هوايه موتور اكتيفيتيز بتدريجات مختلفه. يعني شلون؟ يعني اقدر اشيل ورقه، صحيح؟ هاي الحركه اشيل بها ورقه اللي هي خفيفه، مو صحيح؟ اقدر اشيل تصور، اقدر اشيل هذا اللي هو شوي اثقل، نفس الحركه دا اسويها، مو صحيح؟ اقدر اشيل الكرسي ايضا نفس الحركه اسويها، مو؟ الحقيقه ذني الريزيستنس مختلفه، مو تمام؟ بس انا دا استعمل نفس الجوينتس ونفس المصل جروبس تقريبا، مو صحيح؟ زين شلون انا عندي قابليه اسوي هاي التدريجات المختلفه؟ لازم اكو عندنا بروسس، حقيقه البروسس هي عباره عن خطوتين. الخطوه الاولى تتذكرون احنا قلنا الموتور يونت شنو عباره عن شنو؟ نير ومجموعه من المصلز، مو صحيح؟ هذا الموتور يونت فكروا اذا اطي بيها اني اراديا اطي بيها 1 سيجنال بير سكند، يعني نبضه واحده بالثانيه، او اذا اطي بيها 20 نبضه بالثانيه، الريزلت ياهو اقوى يكون؟ اذا اطي 1 امبولس لو 20 امبولس 20. زين اذا اطي 500 امبولس بير سكند راح يصير اقوى، مو تمام؟ معنى راح اقدر اشيل ورقه 1 امبولس بير سكند، اقدر اشيل الموبايل او الجنطه مال التاب 20 امبولس بير سكند، اقدر اشيل الكرسي 500 امبولس بير سكند. ها شو نسميها؟ نسميها فريكونسي برنسبل، انه نفس الموتور يونت شنو اللي اغيره؟ اغير الفريكونسي مال الفايرنج، مره اعطي 1 امبولس، مره اعطي 10 امبولس، مره اعطي 50 امبولس، مره اعطي 200 امبولس، مو تمام؟ هذا راح يغير لنا الريزلت النتيجه، صحيح؟ هاي نقطة. النقطة الثانية تذكرون احنا قلنا عندنا سمول موتور يونتس ولارج موتور يونتس، مو تمام؟ زين انا من اريد اشيل ورقة او شيء خفيف سمول موتور يونت كافية اللي هي يجوز بها 3 مسل فايبرز 5 مسل فايبرز، مو؟ بس من اريد اشيل شيء اثقل هاي ما تكفيني، لازم اختار موتور يونت اكبر منها، اختار موتور يونت بها 10 مسل فايبرز او 50 مسل فايبر، تمام؟ حتى اقدر اشيل جنطه او اقدر اشيل كذا. واذا اريد اشيل بعد شيء اثقل هذه هم ما تكفيني، لازم اختار موتور يونت اكبر بها 50 مسل فايبر 100 مسل فايبر، تمام؟ هذا شو نسميه؟ نسميه سايز برنسبل، تمام؟ اذا هاي التدريجات مال الموتور اكتيفيتي اللي كلنا نقدر نسويها نحتاج لنا التو برنسبلز، نحتاج الفريكونسي برنسبل
ونحتاج السايز برنسبل حتى الكل يصير سعيد ونقدر نشتغل مثل ما نريد. تمام؟ زين. هسه الريلاكسيشن شلون يصير؟ شو تقولون؟ المصل ورا ما سوينا بها كونتراكشن خلصنا خلص، نريد نسوي ريلاكسيشن. أول خطوة لازم نسويها شنو؟ أرفع أيديكم اليوم. يس. نتخلص من زيادة شكرا. نتخلص من زيادة الكالسيوم الموجودة وين؟ بالسيركوبلازم. شلون نتخلص منها؟ نرجعها للاندوبلازميك ريتيكولم. شكرا. زين، مو تركيزها بالسيركوبلازم ريتيكولم اكثر من تركيزها بالسيتوبلازم. يعني ايش نحتاج؟ يس بامب مو ما سمعت بامب. اكتيف بامب عشتين. اكتيف بامب يعني شنو؟ يعني انرجي. اذن لازم نصحح مفهومنا احنا انه نحتاج الانرجي بس من نشيل صقل. الحقيقه ايضا نحتاج انرجي حتى نسوي ريلاكسيشن. اذن الريلاكسيشن از انرجي كونسيومينج بروسيس. بدون انرجي ما تقدر تسوي ريلاكسيشن. وهذا له هوايه امثله. واحده من الامثله اللي نسميه رايجر مورتس. تعرف ايش رايجر مورتس؟ مورتس من مورتم. رايجر مورتس بالعربي ستاخذون بالطب العادي يسموه الصمل الموتي. الصمل الموتي شنو يعني؟ من الانيمال بينج يموت ورا فترة من الزمن يصير ستيف، صح؟ يصير يابس. ليش يصير يابس؟ لأنه بعد ما عندك انرجي حتى تسوي ريلاكسيشن. ورا فترة من الزمن ساعات أو إذا بقى برا يجوز أيام مرة ثانية يصير ريلاكسيشن لأنه المايوفيلمنت تتحطم، يصير بيها ديجنريشن. بس الفكرة أنه هذا الرايجر مورتس ليش يصير؟ يعني كونتراكشن أو ستيفنس بالمسلز كلها. لانه بعد ما عندك انرجي حتى تسوي ريلاكسيشن. مثال ثاني من تكتب هوايه بالقلم اذا ملاحظين ولو سبتوا مثلكم لو استنساخ لو بالتاب. احنا ايامنا كنا نكتب هاي الحكي كله نكتبه وياه هو يلغي واحنا نكتب. فتوصل مرحله القلم ما ادري اذا صايره عندكم ايدك تلزق على القلم يعني تريد توخره تضطر يعني تساعد اصابعك بجسمه. هذا يسموه رايتر سيندروم. هذا ليش يصير؟ نفس الفكره. هل قد ما استخدمت الانرجي الموجوده بالمسل فايبرز على مود تبقى مشلب بالقلم وتلحق تكتب بعد ما عندك انرجي حتى تسوي ريلاكسيشن؟ موجوده يعني عالم موجود. تمام؟ فالريلاكسيشن از انرجي كونسيومينج بروسيس. لا تنسوها زين. المصل اترست بيها زين. المصل اترست بيها سم ديجري اوف مصل كونتراكشن. يعني اترست لما تنام ايدك بصفك محطوطه على السرير لا تنام، هذا نقول من تنام. من تنام ايدك تمدها بصفك تمام، المصل يبقى بيها كونتراكشن. هذا الكونتراكشن نسميه شنو؟ نسميه تون، اللي هو باسيف كونتراكشن. يعني انت ما محفز المصل، انت مرخيها بس هي بقى بيها سم ديجري اوف كونتراكشن. وهذا ليش يصير؟ لانه المصل از الاستيك تيشو يعني بقابليه على المطاطيه. وايضا اكو كونتينوس نيورال فلو فروم ذا سنترال نيرف سيستم، يعني النيرف سيستم دائما يدز سيجنالز وهاي السيجنالز بيها توازن بين اكزايتري وانهبيتري. هاي ناخذها بصف ثالث ان شاء الله. بس الفكره انه دائما اكو مصل تون. partial contraction. دائما اكو مصل تون اللي هي passive partial contraction بالمصل. وهذه الكنترول مالتها هي عن طريق يعني انها تسيطر على الديسندنج وعلى الاسندنج سيجنالز لهذا المصل. هسه شنو الانرجي؟ طبعا هاي المصل تحتاج انرجي. الانرجي هي من اكثر من مكان تجي ولمراحل مختلفة. أول شيء هاي الإنرجي اللي قلنا موجودة بالمايوسين، هل تتذكروها؟ سميناها كوكت إنرجي
هاي تمشيك بداية الاكسرسايز for a few seconds. بعدين تسوي فوسفوريليشن لل ADP لـ ITP هم تمشيك بعد a few seconds. وطول الاكسرسايز انت تحتاج الكريب سايكلز اللي هي ايروبيك ريسبيريشن وجود الاوكسجين. هاي تطلع لك كميه كبيره من الاي تي بي، كل ساعه تطلع لك تقريبا 36 اي تي بي. فهاي تمشيك في مرحله كبيره من الاكسرسايز. الاكسرسايز اذا وصل الى الاكستريم يعني اكثر من قابليتك صار الاكسجين بعد ما يكفي، راح تمشي على الان ايروبيك ريسبيريشن اللي هو يمشيك شويه يعني فيو سكندز بعدم وجود الاكسجين، بعدم وجود يعني اذا كان الاكسجين مو كافي. بس هذا اللي مشكله انه هو يقول لك اللاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد لما يتجمع بالمصل يسوي لك مشاكل جدا كبيره. زين تمام زين. هسه هذه الانرجي سولفنا عليها وين نستخدمها؟ اول شيء نستخدمها طبعا بالكونتراكشن. هاي عملية السوبلينج اللي سولفنا عليها مالت الاكتين والمايوسين. ثاني شيء نستخدمها بانه نبني اي تي بي موليكيول جديده من الانرجي. ثالث شيء نستخدمه حتى نتخلص من اللاكتيك اسيد اللي احتمال يتجمع بسبب الانيروبيك ريسبيريشن. لانه وجوده كلش مضر للمصل، لازم نخرج نتخلص منه العفو. العمليه يسموها اوكسجين دب اذا سامعين بيها. انت هسه من تركض مسافه طويله ومن شيء فشيء ثقيل فتره طويله لما تخلص توقف هذا ليش تبقى تلهث؟ ليه؟ حتى تدخل اكسجين زايد حتى تتخلص من اللاكتيك اسيد اللي يتجمع، هاي يسموها اكسجين دب. والموضوع الثالث هو الهيت برودكشن. الهيت برودكشن اللي حكينا عليه كناتج عرضي ايضا نحتاج انرجي حتى نولد هذا الهيت. طبعا النقطة الأولى بس يعني تذكير اللي يقول كونتراكشن يعني كل البروسيس اللي هي كونتراكشن وريلاكسيشن. يعني لا حد يقول ليش ما دام بين ريلاكسيشن؟ هنا من نقول فيزيكال اكتيفيتي نحسب كل البروسيس ابتداء بالكونتراكشن وانتهاء بالريلاكسيشن. ها هي الانرجي لازم تدخلها بالاي تي بي حتى الاي تي بي تقدر تتحرك تروح تطلع من الميتوكوندريا وتروح تشتغل. هذه عمليه ادخال الانرجي بالاي تي بي او صناعه الاي تي بي هي هم انرجي كونسيوم. هذه الكيمياء المفروض التصميم يعني زين. الكونتراكشن اذا طول اكثر من اللازم، اكثر من الطبيعي، اكثر من المسموح، شو يصير؟ يصير ما يسمى بالكونتراكتشر. لا قبل كونتراكتشر. الكونتراكتشر اللي هي ستيت اوف كونتينوس مصل كونتراكشن اكثر من الطبيعي اللي بحيث يعني يقترب من كونه حاله مرضيه. والامثله مالتها التينا الرايدر مورتيس رايتر سندروم الكومبارتمنت سندروم. هاي مرات الواحد يمشي مسافه طويله هاي الكاوت مصل يصير فيها كونتراكشن او سبازم. شايف فيها عاني منها وسامعينها. هاي واحدة من هاي الامثله. persistent continuous contraction يسبب هيك مشاكل. اكو عندنا في الشيء اسمه مصل تكليف، انه الموتور اكتيفيتي تضعف او تقل، او احنا نسمي هذا تعب او انا تعبت. شنو معنى تعب او تعب؟ بعد ما اقدر اسوي الموتور اكتيفيتي مثل ما اريد. ليش؟ لها هوايه اسباب اللي هن هذن الانرجي سورس الجلايكوجين يجوز يخلص من المصل، يصير فتيك بالنيورو مسكولر جنكشن، او يصير عندنا بلد انترابمنت يعني المصل من يصير فيها كونتراكشن يصير ضغط على بلد فيزلز فالبلد يقوم يقل ما يوصل للمصل والبلد تعرفون يجيب اوكسجين ويجيب نيوتريانت للمصل ف يصير عندنا مصل تايب. مصل فايبر تايب. المصل فايبر تايب الحقيقه اكو ثلاث اقسام للمصل فايبرز، ما يعني ما تسوى شرح هي بس تقرونها بس حتى يعني اساعدكم بالفهم. مثلا المصلز اللي موجوده عندنا بالفينجرز تختلف عن المصلز اللي موجوده عندنا بالباك، هي مصل وكلها بها مايوفيلمنتس بس اكو فرق بالمميزات. مثلا هاي المصلز
عندها قابلية أنه تسوي precise movements، يعني حركات دقيقة، تقدر تضم إبرة، تقدر تشيل قلم، تقدر تكتب، تقدر تسوي touch على الموبايل، مو fine movements، ولكن لفترة قليلة. بينما مثلا الباك مصر ما تقدر تسوي fine movements، بس الاكتيفيتي مالتها لاست فور لونج بيريد اوف تايم، انت تقدر تبقى قاعد مده 6 ساعات 8 ساعات يجوز ما عندك مشكله، بس ما تقدر تبقى تكتب تستعمل دم العضلات الصغيره لمده 8 ساعات بصوره متواصله، صحيح؟ فاكو فرق، هو هم راح تقرون انواع المسل فايبرز راح تشوفون الفرق. جيد، اريدكم تفكرون بالمشاكل اللي ممكن تصير بالمسل. المشاكل اللي ممكن تصير بالمسل ممكن تصير in two states، in rest و in activity. in rest شنو المشاكل اللي تصير؟ المشاكل اللي تصير بالتون، مو لان قلنا التون هي اللي تصير بالرست. شنو المشاكل اللي تصير بالتون؟ اما هايبوتونيا، يعني التون تقل، او التون تزود، يسموها هايبرتونيا. والمشاكل اللي تصير بالاكتيفيتي شنو؟ تصير مشكلة بالباور، اما انكريس باور او ديكريس باور. هذا طريقة فحص ذني، شلون تفحصها انت كطبيب او كاكزامينر، راح تاخذوها بالسي اس اف بالكلينيكال سكيل فاونديشن. بس اعطيكم عليها فد هنت بسيط، تعال بنزح عليكم. شلون نفحص التون؟ عندكم فكرة؟ شلون نفحص التون مثلا مال بايسبس؟ انا ابدا افحصه، شلون نفحص التون؟ احنا نخلي الشخص اللي يريد الفحص نخليه ريلاكس، يعني ايده مسنوده مثلا على السدية اللي هو نايم عليها وكذا، تمام؟ واحنا كاكزامينر اراديا احنا نحرك الجوينت اللي نريده، زين؟ نلزم نقيس البايسبس، هاي مسنوده تصوروا، تمام؟ نقيس البايسبس واحنا نحرك الجوينت، تمام؟ راح نشوف الممانعه اللي نواجهها من الالبو جوينت، ونحس الكونتراكشن اللي يصير بالبايسبس. هذا فحص للتون. اذا كان عنده ديزيز اسمه هايبرتوني، راح من اتحركها يعني بقوه، وهاي هم بها انواع. واذا كان هايبوتوني بس احركها الايد تكفر، يعني من تحركها الايد تصير كلش بدون ممانع. زين، هاي التون. الباور شلون نفحص؟ الباور احنا نقول له قلص البايسبس، سوي فلكشن بالالبو، سوي فلكشن بالالبو، واحنا نسوي له ريزيستنس او سوي اكستنشن بالالبو، تمام؟ ونحس المصل اللي نريد نفحصه، ونشوف الممانعه اللي نواجهها، ونقدر منها نعرف اكو انكريس باور او ديكريس باور، تمام؟ احد عنده سؤال؟ يس، لا ما خلصنا، لا حد يس، خلينا نسمع، ها؟